والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال نتابعها مع ياسر عبد الستار. أهلا بك ياسر. شكرا لك ريهام، شكرا لك يوسف، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الجولة من الأخبار الاقتصادية. أكد وزير البترول طارق الملا أن احتياطيات الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط يمكنها أن تساعد في الحفاظ على أمن الطاقة بأوروبا، وأكد الملا أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع جهود أخرى مهمة لبناء ممر أخضر بين شرق المتوسط وأوروبا يركز على توفير الهيدروجين والكهرباء والطاقات المتجددة، مشددا على أن العمل في المسارين ينبغي أن يمضي بالتوازي لتأمين الطاقة. ارتفع إنتاج القمح بمصر نحو 9.8 مليون طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.1% مقارنة بعام 2019-2020، وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذه الزيادة إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح عام 2020-2021 بنسبة 0.5%، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان من إنتاج القمح خلال هذا العام. كما كشف الإحصاء عن زيادة إنتاج الحبوب إلى 23 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 4.4%، مرجعا ذلك إلى زيادة إنتاج محصولي القمح والذرة الشامية. أعلن المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية ارتفاع صادرات الطاقة لتسجل 632 مليون دولار بالفترة من يناير إلى أغسطس 2022 مقابل 432 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 46%. وأضاف المجلس أن صادرات مستحضرات التجميل سجلت قفزة كبيرة لتبلغ مستويات 410 ملايين دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي مقابل 193 مليون دولار بزيادة بلغت 112%. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية لتصل إلى 1670 دولار للأوقية. محليا سجل الذهب عيار 18958 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1118 جنيه للجرام، أما عيار 24 فسجل 1278 جنيه للجرام. أما عن سعر الجنيه الذهب فوصل إلى 8944 جنيها. في أسواق البترول العالمية تراجع أسعار النفط مع تفاقم مخاوف الركود العالمي وضعف الطلب على النفط خاصة في الصين، وانخفضت العقول الآجلة لخام برنت بنسبة 3.1% لتبلغ 91.63 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غار بتكساس الوسيط بنسبة 3.9% إلى 85.61 دولار. كما هبطت أسعار المازوت بنسبة 2.5% لتصل إلى 3.99 دولار للتر. كذلك تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.27% لتسجل 6.45 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تواجه الحكومة البريطانية الكثير من الانتقادات بسبب تعاملها مع ملف الاقتصاد، حيث غرقت الأسواق في حالة من الفوضى خاصة عقب الإعلان عن خفض الضرائب للأعلى دخلا، وهو ما تراجعت عنه الحكومة بينما تستعد لإعلان الخطة المالية الجديدة بحلول نهاية الشهر. هذا ويتوقع الاقتصاديون البريطانيون مزيدا من التقلبات في سوق السندات وخطرا على صناديق المعاشات التقاعدية. حالة من التخبط وعدم استقرار القرارات الاقتصادية يواجهها الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من العديد من التحديات الاقتصادية، وأهمها ارتفاع نسبة التضخم التي أثرت بالسلب على ارتفاع أسعار المواد الغذائية للشهر 13 على التوالي، مسجلا أعلى مستوى له في 14 عاما عند 13.1% في أغسطس. وفي محاولة لإنقاذ الاقتصاد البريطاني تراجعت رئيسة الوزراء البريطانية ليزي تراس
عن خطتها لتجميد زيادة ضريبة الشركات المقررة العام المقبل بعد ساعات من إقالتها لوزير المالية كواسي كوارتينج وتعيين جيرمي هانت. تراجع تراس جاء بعد 3 أسابيع من اضطرابات السوق منذ إعلان وزير المالية السابق عن برنامج لدعم النمو الاقتصادي تضمن أكبر حزمة تخفيضات ضريبية في نصف قرن سيتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي، ليأتي قرار تراس بإلغاء تجميد ضريبة الشركات، ما يعني أن هذه الضريبة سترتفع حالياً إلى 25% بعد أن كانت 19% كما كان مخططاً من قبل سلفها بوريس جونسون ووزير المالية السابق ريشي سوناك. هذا وتأمل تراس حالياً أن يكون قرارها بالإبقاء على زيادة الضريبة والذي سيجلب إيرادات بنحو 67.5 مليار جنيه استرليني على مدى 5 سنوات إلى جانب تعيين جيرمي هانت كافياً لتهدئة توترات الأسواق. تراجعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي الذي تخلى عن جميع مكاسب الجلسة السابقة بفعل قوة الدولار. اقتفت أسعار الذرة وفول الصويا أثر انخفاض أسعار القمح متأثرة بضعف الطلب وانخفاض أسواق الطاقة والأسهم. كانت أسعار القمح قد ارتفعت بعد أن قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إن موسكو قد ترفض تجديد اتفاق تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا إلى البحر الأسود. قال علي بن سبت الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك إن قرار مجموعة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط صائب وجاء في الوقت المناسب. وأضاف بن سبت أن القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو 3% عام 2023. انتهت هذه الجولة من الأخبار الاقتصادية، وعودة مرة أخرى للزملاء يوسف عبدين وريهام أديب. شكرا لك ياسر.